ترك جاي معي على الموتور. صلوا على النبي يا رب. خلونا ناخذ كلمه منكم رجال فيكم. اي أيوة والله. مثل من عندك يا ابو فرح. والله يا طول عمار، اول شيء شكرا للاداره اللي اتاحت لنا الفرصه ان احنا نطلع. بيض الله وجيههم اول شيء على المقام اللي يجمل في حفل التاسيس. عز الله انهم جملونا وشرفونا باحسن حله. نعم. وفروا لنا جميع سبل النجاح وقالوا انجحوا. اذا ما نجحتوا يعني اذا ما نجحنا الخلل فينا احنا. وفروا كل شيء، بيض الله وجيههم. الشيء الاول، الشيء الثاني احنا طلعنا وقابلنا اهالينا وقابلنا محبينا، تواصلنا معهم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله على محبه الناس. هذا حبل ثقيل، والله انه حبل ثقيل وامانه ثقيله. واللي بقوله وانتم اكيد انه جاكم ذا الرساله ذي، عشان ما نطول بس عاد ورانا رسائل واجد. كل اغلب رسائل الجمهور ومحبينا تتمحور صوب اتجاه واحد، اللي هو نبيكم خلال 20 يوم هذه الباقيه او 25 يوم انكم ما تنزلون ايش؟ الرتم. نبي الرتم مثل رتمكم واعلى. احنا كنا نتصور ان رتمنا ها لا في ذبذبه، شفنا ان رتمنا اللهم لك الحمد في تصاعد، وان شاء الله انه من تصاعد الى تصاعد، والوعد قدام باذن الله. وش تقول للجمهور؟ اقول للجمهور مثل ما قال نايف الرفيدي، اطلقوا حجاجكم يا بطلاب. صراحه اول شيء اشكر الاداره على اتاحتهم لنا، اتاحت الفرصه لنا ان نخرج 24 ساعه. استمتعنا صراحه وعشنا الاجواء وعشنا اللحظه. كان يوم جميل يعني صراحه، فارق عن ال 24 ساعه ذا. ليش؟ لان خلطنا الناس، شفنا الجمهور، عرفنا، شفنا محبه الناس لنا. يلا لك الحمد. جلسنا مع اهالينا، اللي جلس مع اهله. فنشكر، اشكر من هذا المنبر كل من واجهته، كل من دعم، كل من ساند. بيض الله وجيههم. ونوعدهم ان شاء الله بالقادم انه اجمل وافضل واحلى. سلامتكم. انا ترى التعبير يا اخوي يا قلبك يا فصول. سلامتكم. الله يسلمك. عندك ابو حمد. بدايه نقول كل عام المملكه العربيه السعوديه بالف خير ونعيم. اللهم وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودام الله الامن والامان على شعوب الخليج والعالم. يوم الحفل كان يوم فرحه. ما بيقول يوم كنا صغار. هلا منك. يوم فرحه وتلاه فرحه، ونشكر الاداره على تحت الوصول. طلعنا من بعد يوم حافل وحفل طيب ومشاركات زينه. الحلو انه يوم طلعنا جينا الجمهور اللي يفرح واللي يسعدنا بالتعليق او بالمشاركه او بالنصائح. فالدنيا مولعه. انا ما روحت اعمان، لكن بين هالي وبين ربعي رحت الحسا اللي احبه، والله اني احبها حب من قبل لا ازورها ولا اعرف واحد فيها. والان اسالك بالله والله اني حبيتها دبل. كنت احسبها حلوه، كنت اتوقع انها حلوه وطلعت احلى من المتوقع. شكرا لهالحسا، شكرا لهالسعوديه بشكل عام. طبعا انا وخلف ابو فالح سوينا يمكن اللي ما سوى الشباب باقي، حللنا الطلعه كلها. وين رحتوا؟ رحنا. كم رقدتوا ساعة؟ رقدنا نص ساعة عادي. فشكرا للجميع، ونوعد الجمهور ان شاء الله انه بنسخة جبارة بأيام أحلى وأطلق من اللي راحت. وابشروا بسعادتكم ان شاء الله، والله يسعدنا وياكم. شكرا لكل شخص يتابع الواقع. الله يبيض وجه الإدارة على إتاحة الفرصة خروجنا 24 ساعة. والله العظيم ثم والله انحن اني شو اقول لك يا أخي، فرحة هي فرحة. طلعنا زيادة الفرحة دبل وثري بشوفة أهالينا بشوفة محبينا. الحمد لله رب العالمين. والله يجعلنا إن شاء الله مقبولين عند الله وعند خلقه. والله العظيم ثم والله نحن يوم طلعنا وشفنا محبة الناس، والله ما عاد حنسير، والله ما عاد حنسير. اللهم لك الحمد. طبعا أنا رحت أنا ويا عامر منير والعيال منكم يشوفون. اللهم لك الحمد على محبة الناس. أنا ما أعرف أعبر يا مسلمين. واحد يقطع يا مسلمين شاموت ليه؟ أي يا أخو علي أنا ليه ذكرتك؟ أنا آسف يعني ذاك. والله اني اسف. معذور 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 ابو عبد الرحمن. والله اني اسف. معذور وسامح يا ابو عوض. ابو فهد. اللهم صل وسلم عليك. اول شيء اكرر الشكر للاداره على راسهم ابو صالح والاستاذ سامي الجهوني. يستاهلون الشكر. على المقام الطيب واللي جمل. يعلم الله ان انحاتي انحاتي المظهر اللي بنظهر به قدام الجمهور وقدام الشاشه في مقام مثل ذا المقام يوم التأسيس، والله يعيد عياد الوطن. اللهم لأنه محلنا
والعالم متجه صوبنا، فالمقام انطاب هذا طيب لنا، وان كان ظهر بالصوره اللي ما هي بزينه هذه شينت لنا حنا، لكن كفانا ابو صالح الله يبيض وجهه اللي ما ذخر ذخيره ولا صر الريال الا سبى الحلاله وماله بالمقام اللي جمل اللي ليق به وليق بنا، واستاذ سامي الجعوني على ادارته الطيبه. ثاني شيء اشكرهم على اتاحه الفرصه لنا 24 ساعه خروج. طبعا يمكنكم تدرون والجمهور يدري طلعنا انا ابو حمد واحنا صوب الحسا، خذينا يوم كامل ما رقدنا، يوم كامل والله ما هو بقوه فينا ولا انه، لكن ما تبي تفوت شيء غير ما هو شيء يا اخوي الجمهور، والله اللي صادق الجمهور لو اشكر منه لبكره، جمهور قناه الواقع عامه وجمهورنا ومحبيننا خاصه الله يبيض وجههم، والله انهم يخلونك تستحي، لا كل ما بغيت تبرد تستحي، كل ما بغيت ونحن 24 ساعه نجاهد عمارنا ما رقدنا، نبي نصور لهم نبي حتى رسائل يمكن اكيد هاي وصلتكم كلكم، اشتقنا لكم نبيكم ترجعون على الشاشه نبيكم، هذا جمهور كيان الواقع، هذا جمهور الواقع يحترينا على الشاشه يحترينا، حن طلعنا لا طلعنا يدورون نسختنا هذا، يدورون شباب متسابقين ذا النسخه يدورون في سنابك يا فلان وسنابك يا فلان وسنابك يا فلان وسنابك يا فلان، وان شاء الله ان كلنا ما قصرنا. اشكر الجمهور على محبتهم وعلى دعمهم وعلى حرصهم علينا، كانهم والله انهم اهلنا صحيح، جاكم الرسائل لا انضبط حافظوا على الصلاه حافظوا على كذا لا تطالع كاميرا انت بمنحشة ام فلح ام فلح اقسم بالله ام فلح ازعجتني طبعا كانت الحمد لله اني سلم جوال كانت يا رجاجيل اذكر رئيسه شوي كانت يا رجاجيل بفضفض انتم اعطيتوني بفضفض على ما يجتمعون الشباب كانت تجينا اتصالات الشباب في فقره تقولها وغيره النص لكن ما كنت متصور انا يا محاكيكم ما كنت متصور انها بذا الدرجه الحرص والمحبه لذلك اوصيكم واوصي نفسي اجتهدوا كل منا وراه محبين يحشرونه والله انهم ينتظرونك على البث انا تحسفت مع اني كنت راقد لو اني قايم والله اروح فقره المطبخ انا والله ان كان اياك فقره المطبخ ما حضرتها كنت بتحسف على النقاط لكن طلع الموضوع اكبر من كذا انت ما حضرتها قبل الحفل اقسم بالله انها عتابي عتاب اسطوري ذا كذا طلعوا الناس يا رجاجيل يوصلون عشان يوصلون ينتظرون فقره المطبخ عشان يهدون النقاط يصحون الظهر من قبل الظهر عشان يطبخ طيب اقسم بالله العلي العظيم يا رجاجيل انا داري اني مخطي يوم ما حضرت المطبخ لكن يوم قريتها عرفت اللي تنقد على عمرك ناس تواصل ما تشاهدك كمتسابق لهم اهلك لهم الحمتك لا يربطك وياهم دم لا يربطك وياهم علاقه لا يربطك لكن شوف الحرص كيف يسهرون عشانك واصلون عشانك يحطون ضهر لذلك شدوا ما عاد بقى الا 20 يوم طريق والله والله يا ربي طريق حجاجك هذه نسختنا واذا الجمهور اللي حب نسختنا نبي نظهر نكمل جيلنا ان شاء الله نظهرنا بالصوره الجمل وبنكملها على كمل وجه واسفين على الاطاله وشكرا للجمهور نعم يا ابو اسلم قال يا سلام انت والله ما عاد خليت لنا كلام وقلت لي في خطرنا اتوقع كل بونا حتى اللي ما بعجوا لكن اول شيء اشكر اداره الواقع ازيدهم شكر والحسين سامي الجعوني على هذا الحفل اللي بنفخر به الين نموت حفل جبار بيض الله وجيهكم والله يجملكم الشيء الثاني اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حنا وصلنا لشيء عظيم حنا وصلنا مكان ترى كبير والحمل الحين علينا ثقيل انا انصدمت من كميه الناس اللي يتابعونا لا يتابعوني انا يا نايف ولا انتم ككل صدقت طلعنا واكيد ان كل ابوكم طلعتوا يجيك الصغير ويجيك الكبير ويجيك الولد ويجيك البنت ويجيك العجوز وشايف كيف انك ترضي هذه الفئات العمريه حمل ثقيل فالله يجملنا والله يدلنا ولا يضلنا اشكر الجمهور على تكاتفهم الله يجعلنا عند حسن الظن شكرا من اعماق قلبي على كل شيء سويتوه لي انا يا نايف لا من فريق دعم لا من جمهور واقول لكم ان هذه النسخه جباره انا في واحد قريت رساله له يقول هذه نسخه الضبان انا اقول لك من هذا المنبر على الصدام وهذه نسخه النسخه هذه عظيمه اطلق نسخه يلا شيل الليله ومريلتي في 20 يوم
اطلقوا حجاجكم فيها وانا خمني له شل الليله يا ولد اطلق حجاجك انت وش يقصد الرجال بنسخه الضبان ما علي فيه ما يهم يقصد نسخه الضبان ان الضبان ما تجتمع ما تشوف الضبان سوا اي يقصد ان احنا كل واحد في قطيع مثلا مو في قطيع يقصد ان كل واحد متشطر الحاله كل واحد يظهر الحاله والله هو اللي لا اله الا هو يا رجال همه نفسه وهمه ظهوره الحاله هو ما يفكر في نسخته ولا يفكر في اخوياه ان هذا ما هو رجال ولا هو في ولا هو بيننا ابشركم هذه رساله اوجهها للجمهور نعم احنا كلنا متكاتفين سالفه انه ضبان لا بدا انت اللي قلت وجهت كتاب ضبان انت تحاول انك تظهر اشخاص ولا تسبب فتنه بيننا ولا تطلع مثلا اسامه ولا انا ولا انا تجيب مقاطع انت تكره هذا هذا يكرهك هذا يكرهك وان شاء الله الحين متكاتفين اوجه لك كلمه والله لا تنبش منا لا بكره ما انت برايح ديره وتضبنت واشكالك ها تضبنت واشكالك لا تعالي لا انزل لا لا اسمع شكرا يا جمهوري العزيز ودعتكم الله شكرا يا ابو منير كلكم عايز حبيبي يعطيكم العافيه ابو منير ابو منير يتحاسب ايوه طيب قلبي اول شيء اول شيء من اعماق قلبي اشكر اداره الواقع ومدير مجلس الاداره ابراهيم حسين وصالح الحسين وسامي الجعوني وكلهم اشكرهم الا محمد عيسى لا والله حرام والله ان اشتقنا له والله ان اشتقنا والله يا رجال والله ان شفنا الشوق في عيونه يضم ضمنا يوم جينا والله علي حبيب هذا والله انا بعلمكم اغلبنا والله انه شاف احنا طلعنا رحنا المجمعات رحنا نتمشى والله مثل ما قال نايف الاطفال يجونك ويتحفونك والتحمس ويعطونك طاقه مهب طبيعيه ونشجعكم من هالكلام ويعطيك كلام انت تتحمس كبار السن الولد البنت العالم يجونك ويعطونك كلام حماسي واغلبنا جاه رسائل وانا متاكد ان كل ابوكم كل واحد فيكم ندم عن غياب دقيقه عن البث والله اني اكثر واحد ندم عن على دقيقه غياب البث مع الجمهور ومع الكلام وغايب عن البث وشفت برضو تصاميم ولا كومنتات ولا اللي يقولون هذه نسخه للنسيان لا والله ما هي للنسيان احنا كل نسخه تواجه مشكله ولا مشكلتين احنا واجهنا مشكله بسيطه وطلعنا واغلبنا كان عليه ضغوط وكان عليه حمل ونفسيه وحوسه وزانت الامور الحين وان شاء الله هذه نسخه والله ان قالها الله انها 10 سنين قدام وين علمهم واحد الله علمهم قل ال 20 يوم ذي عن الايام اللي راحت عن الايام السبعين كلهم باذن الواحد الاحد هذا 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 احنا الحين بدينا الخطوه الثانيه وان شاء الله ان نعطيها الدعسه اللي عليها العلم ونسخه ناجحه والله لتداولونها العشر سنين قدام باذن الله ترسخ نسخه ترسخ وين نسخه ترسخ في الادهان اما الجمهور اكيد كلنا عاتبنا اما على غياب دقيقه ولا دقيقتين ولا والله ان ابو فالح صادق يوم يقول انهم يسهرون عشان يشوفونك بالمطبخ ولا يسهرون عشان كنت اما عندك فقره ولا عندك فعاليه ولا شيء والله انهم يسهرون واحد والله انا يقول اني حاط المنبه عشان فقره انت فيها والله عندك والله ان هذا اللي سووه هنا يحطون منبه يحطون بعضهم يسهر تكفيك الاتصالات اللي من دول الخليج وضغطهم عليه ضغطهم عليك اقسم بمن احل القسم معهم حق معهم حق كبير ان داخل البرنامج جاب تقدم اللي عندك لكن لا بدر من قصور والله القصور والله ما ظننا ما هو منا وانتم خابرين الامور كلها بعض الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن ربي اعطى خفه النوم صح ما شاء الله وربي اعطاه انهلام انه غمض رقد على طول والله صدق بعض الناس يا شيخ عادي يرقد لا والله اني صايم ما شاء الله خل لا 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 بقول لك مثلا انا بتكلم عن نفسي انا لو جيت برقد اقل شيء ياخذ لي ساعه وانا مغمض تفكير غير الازعاج غير صوت العمال غير وان شاء الله ان شاء الله نحب نجاهد عمارنا ونحاول نحن نكثف ظهورنا في البث لكن شفتوا قصور منا والله ما هو بدنا والله انه ما هو بدنا وين قصور على ما قال الدارين واحنا ما قصرنا باذن الله وان شاء الله باذن الواحد الاحد انها نسخه ما راح تنسى لعشر سنين والوعد قدام وبنشد حيلنا وبنعوض وابشروا بنا جمهور السعد واطلقوا حجاجكم والله اني صادق الوعد من الحزه هذه ترى انا من هنا لين ينتهي البرنامج ابشر يا ربع في شيء مستغرب عبود القمي جاي عبود القمي ترى لا عبود القمي وده انه يكون هنا من الربع بس طاح مع اثنين كوارث ماجد الشيري محمد سراج ماسكينه عند الباب ترى ما ادري يا جماعه مستغرب ازه بالشيطان ازه انا اسير في اليوك ما اسير فلا انا عجوز يوم جاتني
الواقع قلت هي قالت حياك الله شلونكم طيبين من اللي معك؟ مع العيال قالت هي يا مسلمين شموت والله تفكر فيها ما اقدر ارد ايش اقول؟ والله ما ادري والله اني كملتها عقب قلت انا شمو الله يلا خلاص يا الله احلى يا الهام طول عمرك ما قصرت من كلامكم يا اخوياي ولا بعد كلامكم كلام عزرها انكم تكلمتوا بالشيء اللي في خطرنا ثاني شيء نشكر الجمهور شكر عظيم نشكر القناة على إتاحة الفرصة والله والذي نفسي بيده حق محمد ناصر والذي نفسي بيده انهم صدق صدق انه حمل ثقيل مثل ما قال ابو عبد الرحمن حمل ثقيل علينا لا شايب ولا مرت كبيرة ولا ولد صغير ولا بنت ولا ولد ولا رجال الا انهم والله العلي العظيم من جميع الفئات انهم يتابعونا وانهم يحبونا انا شفتناهم في السبيس وشفتناهم في السناب وشفتناهم في البث والله العلي العظيم اني تحسفت على اني ما نطلع في البث ممكن كلبكم تحسفتوا يا عيال تحسفت على الثانيه والله العلي العظيم ان ترانا قسما بالله حملنا داخل ترى خفيف داخل خفيف الحمل الثقيل عليهم هم اللي يدعمون هم اللي يقومون هم اللي يسوون هم اللي يجيبون نقاب هم كل شيء انه ترى داخل بل نسولف ولا نعيش ريالاتينا ولا نطبخ ولا نقوم ولا نجلس هذا اللي علينا ولا الامور كل ابوها يمكن 80% عليها بر صدقت هم اللي شايلين كل شيء اشهد بالله والله العظيم انا على الشيء اللي انا شفتناه اكيد كل ابوكم شفتوه صحيح وعلى اهتمامهم اقسم بالله ان الواحد في العشرين يوم ذي ما ودك انك تنام ودك انك تواصل 20 يوم لاجل انك ترضيهم اللي بالنسبة لي أنا بواصل كيفكم والله العظيم اللي يقومون ويطيحون لأجل أنهم والله العلي العظيم أنهم تواصلوا معي من جميع دول الخليج لا من الكويت ولا من عمان ولا من قطر ولا من الإمارات والله أنهم يرسلون لي والله العلي العظيم يا حبيبي يرسلون لي من أمريكا أنهم كلموني رياجيل في الكويت وبيض الله وجيهم قالوا والله من والله يا كرامتك نجيك عند أخوياك بيض الله وجيهم واللي يرسل لي قصائد واللي يرسل والله العلي العظيم يا رياجيل انه حمل ثقيل حمل ثقيل اتلاها قبل ما ادخل كنت اتقهوى انا واخواني في قهوه قريبه من مكاننا ذا من القريه والله العظيم انه المراه تصور والشايب يصور والله الشايب انه جاين وقاطم معنا في الطاوله وان الصغير يصور والبزير يصور شيء يا رياجيل حمل ثقيل اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ترى هذه نعمه من الله الله لا أحب عبد أنزل محبته في قلب خلقه فهذه نعمة والله العلي العظيم يا رياجيها نعمة الواحد يحمد الله ويشكره ترى الحمل عليك ثقيل ثقيل الحمل لازم لكن حنا جبال حنا جبال ونبقى جبال وبنتمها مع راح الكثير ما عاد بقى القليل وإنه من دخلنا وإنه جبال ونطلع وإنه جبال ورانا جبال والله العظيم نوعدهم وعد يا الايام اللي راحت شفت 24 اللي ظهرنا فيها نرجع في العشرين يوم دي شيء ما بعد شفتوه شيء ما بعد شفتوه مو بريالتي سوبر ريالتي يلا شيل الليله في اي بي ريالتي برو في اي بي لا هذا تيربو ريالتي يلا راح تشوفون في اي بي ان قبل ما ندخل العيال كلهم معبين بنزين فل كلمونا معبين مغيرين زيوت جدد والمعنوية تب وداخلين طال عمرك وبإذن الله بإذن الله أن نقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضيهم وينال إن شاء الله لأعجابهم ترانا مقصرين ولازلنا عيال ترانا مقصرين لازم لنا نوفي بحقهم لأنكم أنتم أكثركم شفتوا الرسائل شفتوا الاهتمامات لا تغيب عن الصلاة لا تغيب عن البث نحتاجك في الشاشة ما ادري ايش من الكلام اهتمام قسما بالله انك تحس انه واحد من اخوانك ولا واحد من خواتك اي والله انهم يهتمون فيك اهتمام في ادق التفاصيل بيض الله وجيهم بيض الله وجيهم بيض الله وجيهم وانا اقول لهم بلسان ولسان اخوياي ابشروا والله بالسعد ابشروا والله العظيم بالسعد ابشروا والله العظيم بالشيء اللي يرضيكم
هذا والله اللي عندي ولا ابي اطول على اخوياي. وينوم عيني يا جماهير البزنس الاثنين. يلا مع هذا الغرام خلصنا الفقره. يا مرحبا والله يا مرحبا في ذمه يا شباب. لا اله الا واني لا اقولها لا رياء ولا شيء. اشهد الله اني اشتقت لكم. اي في ذمتي ذمتي. والله انه شعور متبادل. وين اشتقت للمكان واشتقت للمناقرات واشتقت للخبال واشتقت للضحك واشتقت لكل شيء. واشتقت للنقاط. اجيك اجيك النقاط والله الله يبيض وجه قناة الواقع والله هذا الكيان العظيم اللي اتاحونا هذه الفرصة. وقبل ما نطلع الحفل هذا اللي هو يوم التأسيس الله يبيض وجههم والله انهم طلعونا بافضل صورة ممكن. شم الله حالهم ورحم الله والديهم. اشكرهم من إدارة القناة إبراهيم الحسيني لين أقل واحد فيهم والله بجميع أسمائهم من الألف للياء. بيض الله وجههم جم الله حاله والله الذي لا إله إلا هو إنا سعيدين. وإني طلعت يا أخي أنا صح إني ما شفتها إلا ما أنا مغير كلمتها من جوال لكن أقسم بالله يا رب من كلكم لكم محبين وكل له جمهور. وأنا يا معادل أشوف نفسي ماني مقصر شاهد حيلي ولا أقصر فيكم إنهم في نقاط إنهم ينبهوني عليها. يا معاد حاول إنك ما تغيب عن البث والأشياء دي و إلى آخره. جميع الفئات العمرية كبار صغار شيبان حتى والله ذوي الهمم من آخرتها قبل شيء قبل ما أدخل إنها بنت اسمها أمل قالت تذكرني بالاسم ما هدي. من ذوي الهمم قالت تذكرني والله الذي لا إله إنهم يتابعوننا من كل مكان حتى دول الخليج ومن المملكة ومن ليبيا ومن العراق من كل مكان. فأقسم بآيات الله إنهم جمهور عظيم والله ان بدونهم ولا شيء. ايش مكتب تسبيح فيصل؟ لب والله قلبك. فاقسم بايات الله اني اشتقت لكم ونعد الجمهور باسمي وباسم اخواني جميعا اني يعني اطلق منهم ان شاء الله. اللي فات راح خلاص وال20 يوم دي اللي باقيه اللي فات مات اللي راح راح اللي فات ال20 يوم دي الجاي ان شاء الله يبشرون بعجب عينهم باذن الله من رياليتي وسوبر رياليتي وكل شيء. و ارحبوا ارحبوا اعداد ماما شديك حافي منا لك صلب لا الله حيهم نعم عين شوف جعبي شوف جعبي شوف جعبي قبل ما تقول شيء ما نفضح لا 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 خلني بس كم كلمه بعطيك بتقول موضوع ولا لا ايه فيه موضوع بعلمك يلا. اول شيء اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد وبعد الرضا. والله يديم علينا الامن والامان ويطول بعمار حكامنا والمملكة وإخواننا الخليجيين. ثاني شيء شكرا لقناة الواقع على الحفل المنظم. الشيء الثاني شكرا للإدارة للمدراء للإعداد لكل من يسعى إلى نجاح هذه النسخة. الله يبيض وجيهكم والله يجزاكم خير. الشيء الثاني بالنسبة للجمهور اللي واجهناهم برا عسانا عند حسن ظنكم وأبشروا بالأفضل وعسى ربي يطول بأعماركم يا رب العالمين ويسعدكم مثل ما سعدتونا. هذا اللي بغيت أقوله الحين. هذا بتقصونه تنزلونه. الشيء الثاني إذا ما تبغى تقول يا ولد بنسقة أقول لك ما يبقى شيء شيء ها انا ما يبقى شيء خطير اوكي انا لو يعني انت فكر تقولها لا يوقف اي انا فكر شوي انا اشوف انه يعني لا ما يحتاج اقوله بس سلامتكم والله يبيض اي سيوف جهز شيء جديد اي مجهز وش عطني واحد لا لا بيدش يدش ان شاء الله راح العمر نبي نسمع شيء راح العمر لا لا انا بس عاتب عليه يا الربع دخلت معه في جوله وفزت عليه وهرب من الحكم لا ما هرب يقول الصوت معلق ويقطع النت وسحب علي لذلك انا اوريك فيه انا شفت بث يا رجال انت ما تقول احنا على قلب واحد ايش اللي تقرا ايش انا على قلب واحد على قلب واحد وصحن واحد خلاص اجل اذا ما نفذت لك احنا على قلب واحد هذا نفذ الحكم معاذ انت اخذت مع واحد اليوم الصبح من هو جبر مداري نعم نعم طيب ليه قلت ليه يجون قريتنا طيب يا الله على طاري جنتل والله يا جنتل قول انت اخو فيصل دورنا وين جنتل المقاطع اللي طلعت لهم والعلوم اللي طلعت ولعبهم في ممتلكاتنا الشخصيه في غرفنا ودواليبنا وانا من ضمن المتضررين وكسرهم للطاولات ولعبهم فيها طاولات والستيج حق بدون تحيز يعني ما توصل الشغلات والله ما توصل والله لكن احنا طلبنا هذا المنبر كلنا يجمعنا كيان الواقع ما يوصل ويجون يواجهونا الامان اظهروا واظهروا اقسم بالله نتقاتل فيما بيننا استغفر الله العظيم لكنكم اخطيتوا علينا
وابشروا ما عليه نتقابل ان شاء الله. بما انك ما بتقول سالفه بقول ما عليه. انت يعني هي تاكل معك خلاص انا اللي اقول ابدا. ايش رايك انا ابدا؟ انا في رجال سيف الزعبي دخلت معه في بث. صوتك ايوه نحيف. جيت بعطيه سالفه اعطاني ميوت وانا اسولف. لا تقرب المحور يا رفادي. في جهود في ناس كانوا يتابعون اسمعك اول شيء اللي يوجك وين عشان لا لا ابشرك انه جبر. ايه اكيد جبر مدعي. يلا الشخص هذا انا ماني بقالي نايف الرفيدي. عذرا انا ماني بقالي نايف الرفيدي. انا بقول الشخص. طب انا ما قال سيف زعبي يقول دقائق عندكم يا الرب. اوكي الهذا انا ما ادري هذول يا عيال قلنا ما نبي غياب على البث. تعالوا ابشروا والله ما غيب على البث عندكم يا الرب. كيف الطريقه يا شيخ؟ ايش شلون سولف؟ تدرون اني اسمع سولف من الرب من زود ما انا مشتاق لكم. سولف طيب انه ما نسمعك لا طرب ولا اشتقنا لك. خليك عادي 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 خليك واقع يا يوسف. بالريفة انت مقطع حق يلا. انت ترقالك عتب. هذا مقطع فيديو يا رجال. ايش ترقالك عتب وبغيت اجيب العيد عشان يلا تكون عليها صوت. اللي في بالي احمد احمد على ما ارحب يا الحامل ام حلول ارحب حفله. سلام يا سلام يا سلام حي والله.